الالتزام. دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث قال الصربي زوران بانيتيش المدير الفني لفريق كرة اليد للرجال بالنادي وداد سمارة المغربي إن بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة حاليا بالنادي الأهلي تضم العديد من الفرق المميزة. وأشار المدير الفني الصربي إلى أنه لم يسبق له زيارة مصر من قبل، ويتمنى مشاهدة الكثير من الأماكن الرائعة التي سمع عنها داخل مصر، كما أشار إلى أنه يعرف الأهلي جيدا، مؤكدا أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين. وعن فرص الفريق المغربي في البطولة، قال زوران إن فريقه يضم 4 لاعبين تحت 20 عاما، ومثل هذه المباريات والبطولات تحتاج إلى عناصر خبرة، ولكن بشكل عام هو راض عن اللاعبين وعن الأداء، خاصة أن الفريق خسر المباراة الأولى بفارق هدف أمام فونكس الجابوني، وحقق الفوز على كيمباتا في ثاني مبارياته. أكد محمود زكي لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي تقام على ملاعب النادي تشهد منافسة قوية، حيث تتطلع جميع الفرق لتحقيق الفوز، ولكن تبقى دوافع اللاعبين وخبراتهم حاسمة بشكل كبير خلال المباريات. وشدد زكي على أن الأهلي يعيش حالة من التركيز الشديد في هذه البطولة على وجه التحديد للعودة إلى منصات التتويج في أفريقيا بشكل عام، وأن جميع اللاعبين تعهدوا على الفوز باللقب. وأشار إلى أنه لم يمضي على وجوده مع الفريق سوى عام، وأنه يتطلع إلى حصد الألقاب مع الأهلي، ويتمنى أن يكون لقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس هو الأول له مع الفريق على المستوى الإفريقي. والآن فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا.